بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. بمناسبة الدراسة عن بعد، انطلقنا في هذا العمل المتواضع المتمثل في تسجيل فيديوهات لفائدة طلبة الشبه الطبي. مهم، هذا هو أول فيديو يخص دروس الشبه الطبي. إن شاء الله يعجبكم هذا العمل. مهم خاوتي اللي يسكن في الأغواط ولا في الجلفة وفاهم كاش حاجة في الشبه الطبي وحاب يتطوع، يرسلني وأنا نتنقل ليه ونتكفل بالأمور الأخرى. إذا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس وشرح مبسط لاباراي كارديوفاسكولار، وين رايحين نقراو فيها لو كور اللي هو القلب، ثانيا رايحين نقراو لي سيركيلاسيون واللي هما الدورات الدمويه، كاين الدوره الدمويه الصغرى والدوره الدمويه الكبرى، كنا نلحقوهم نفصلو فيها. ثالث حاجه رايحين نقراوها في درس اليوم هما لي فيسو، العروق، الارتير اليفان. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا Le cœur, anatomie, généralité, amoumiyat. Le cœur est situé dans le thorax entre les deux poumons. Qalbit nawda fi al-qafas sadri bayn ar-ri'atayn. Forme conique et sa pointe repose sur le diaphragme. Shakl makhrouti hayth al-qimma ta'o tatmawda fi al-diaphragme. Le cœur muscle stri. Adalat ta'o mish musclerie, muscle lisse. Adalat ta'o qasiya kima adalat ta'o lidin. Ces contractions sont indépendantes de la volonté. La haraka ta had al adalat men taqdouch ntahkmou fiha. Indépendante. Mustaqilla an al irada ta'na. Configuration intérieure. Hadi el haja zawja, el qalb el dakhel kouch fih. Le cœur divisé horizontalement et verticalement. El qalb yenqasim amoudiyan w ufuqiyan. Verticalement, amoudiyan divisé en deux parties. El qalb amoudiyan yenqasim الجهتين، لو كور دروات اللي جاي منا اي لو كور غوش اللي من الجهه. كور دروات شارجي اون سي او 2، القلب الايسر يكون مليء بالسي او 2. كور غوش شارجي اون اكسجين، اما القلب الايمن يكون مليء بالاكسجين. نلحقوا ذاك الرسمه نزيدو نفصلوا فيها. اوريزونتالمون افقيا، شاك مواتي دي كور كومبرون دو بارتي. قلنا القلب راه مقسم عموديا هاك، افقيا ثاني ينقسم، كل جزء من هذو الاثنين ينقسم. اونو كاين لوغيات، اوغيات اون اوغيات اونو، من الفوق كاين اوريات نسموهم حنا اذين. اون با ان فونتريكول، من تحت كاين ان فونتريكول. دركا نلحقو الرسمه ونزيدو نفصلو فيها. الان جو التخطيط تاع القلب بهذه الرسمه هذه راح توضح لنا واش قلنا. قلنا القلب راح ينقسم لنا اوريزونتالمون فيرتيكالمون، راح ينقسم لنا افقيا وعموديا. عموديا ها هو هنا الانقسام، انقسام عموديا. قلنا ينقسم لنا القلبين ولا جهتين، هذه الجهه نسموها الجهه اللي هنايا نسموها كور دروات، والجهه اللي منا نسموها كور غوش. ها هو هنا، هذا هو الكور دروات وهذا هو الكور غوش. الان مع التقسيم الافقي، طبعا قلنا القلب انقسم لنا عموديا، الان جو التقسيم الافقي هو ينقسم من هنا كما هكذاك، ونقلدو الخط شويه باه يجي باين كما هاك وكما هاك. طبعا هذا واضح هذا التقسيم. الفوق واش عندنا؟ عندنا سمينا هاد البلاصه اوريات، سميناها اوريات دروات، اوريات دروات، وهذا سميناه فونتريكيل دروات. اما الجهه الاخرى هذه سميناها اوريات غوش، طبعا هي مكتوبه هنا اللي يقدر يلاحظها، وهذا يا فونتريكيل غوش. البطين الايسر والاذين الايسر، البطين الايمن، الاذين الايمن، والبطين الايمن. طبعا قلنا الدم ينتقلنا من لوريا الدروات من الفونتريكيل دروات عبر الفالفيول تريكوسبيد، هذه هي الفالفيول تريكوسبيد هاي وينها، وينتقل لنا الدم ويخرج منا الدوره الدمويه الصغرى. اما هنايا وين يدخل الدم منا الفونتريكيل لوريات، عفوا لوريات غوش، ويهبطنا الفونتريكيل دروات عبر الفالفيل ميترال. هاي وين لا فالفيل ميترال، هاي وين تقدروا تلاحظوها، هذه لا فالفيل ميترال اللي ينتقل الدم، هي الوساطه بين لوريات غوش والفونتريكيل غوش. اما قلنا كاين وساطه، بلاك احدكم يسال يقول هل كاين وساطه بين القلب الايمن والقلب الايسر؟ ما كانش وساطه بيناتهم، كان حتى حاجه تربط بيناتهم. اما لوريات الفونتريكيل كاينين اللي يربطوا بينهم اللي هما
الفالفيل. ثالث حاجة عندنا ستركتور دي كور، البنية تاع القلب. لو كور فورمي باغ ان تيسي مسكولير، القلب يتكون من نسيج عضلي سبيسيال ابولي لو ميوكارد. هذا النسيج العضلي هو خاص قبل القلب، نسموه الميوكارد. الي تابيسي على انتيريور باغ ان اندوتيليوم لوندوكارد، اي على اكستيريور باغ اون سيروز لو بيريكارد. طبعا هنا واش قالنا واش راح يقولنا هذا ريكوب، قال لك القلب راح يتكون من العضلة هذه نسموها ميوكارد، هذه هي الميوكارد. ثاني حاجة لوندوكارد، لوندوكارد هذه اللي جاية الداخل اللي فيها مع تواصل مع الدم، هذه لوندوكارد عفوا ستينوراشيبان، هذه اللي الداخل هنايا وهنايا وهنايا في الجدار الداخلي للقلب نسموها لوندوكارد. ثالث حاجة البيريكارد، وهي الغشاء الخارجي ولا الغلاف الخارجي، هذا الغلاف هذا اللي يجي يحيط بالقلب من برا يحيط بالاميوكارد، هذه نسموه لو بيريكارد. حاجة الرابعة اللي نقراوها اليوم لا فيزيولوجي، واللي هي القلب كيفاه راه يتحرك، يعني فيزيولوجي القلب كيفاه راه يخدم. لا فونكسيونمون كاردياك، لا فريكونس كاردياك بوغ ان ادولت او غوبو اي دو 75 ا 80 باتمون باغ مينوت. قال لك القلب شغل تاع واحد بالغ في حالة الراحة راه من 75 ل 80 نبضة في الدقيقة. طبعا هذه مش ثابتة من شخص لآخر، متغيرة، إنما هذا المتوسط. وراح هذا الفريكونس كاردياك يتبدل من شخص لآخر حسب كثير من العوامل، نومبرو فاكتور كيما العمر، الإنسان سبورتيف ولا لا إلى آخره. ذاك نروحوا الفيديو نزيد نشرحوا أكثر في هذا العنصر. ثاني حاجة في الفيزيولوجي عندنا الميكانيزم، وشنو هي الحاجة اللي تخلي القلب تاعنا ينبض. لو فونكسيونمون دو كور اوتوماتيك اي سبونطاني، الحركة تاع القلب تلقائية من ذات تاعها، يعني من هنا حنا نتحكموا فيها. ايل ديبوندون دو سيستيم نيرفو انترانسيك، يعني السيستيم نيرفو اللي يتحكم فيه هو الانترانسيك، يعني من نفسه، ما كانش حاجة تتحكم فيه، مش العقل يتحكم بنفسه في نفسه. طبعا هذا لو سيستيم نيرفو انترانسيك راح نشرحه هنايا. تيسي بارتيكولي ابولي لو تيسي نودال، تيسي نودال هذا هو اللي يساعد في السيستيم نيرفو انترانسيك. لي كومبورت ديفيرون اليمون، يتكون من العديد من العناصر. اول حاجه لو نود دو كيتي فلاك، طبعا هذه هي نواه سموها على هذون العالمين كيتي فلاك، سيتي دون لو باروا دولوريه دروات، تتموضع في الغشاء
تاع لوريا الدروات رينا لي قبل دخل نعاود نشرحوه سي ا سون نيفو كو فو نيتر توت لي ستيميلاسيون دو لانفلو كاردياك. طبعا هذه قال لك راه تنسق لنا وفي المستوى تاعها التدفق تاع الدم هي اللي تتحكم فيه، يعني تتحكم في النبضات وما اذا تنسق بين بقيه الانويه. لو نوايو داشوف الطوارئ سيتي دون لو كلوازون دون لا كلوازون انتر اوريكولير، طبعا قال لك هذه تجي بين دو زوريات اثنين بارمي لا كونستراكسيون دي دو زوريات. هذه هي الخدمه تاعها تنسد الانقباض تاع الاذينين، لكن نشرحها في رسمه. لو فيسو دو هيس هذه تسمح لنا بالتقلص تاع الاذينين، وهذه التقلص تاع البطينين، هذه تتموضع بين الاذينين وهذه تتموضع بين البطينين انتر فونتريكولار. ريزو دو بيركينج دو بيركينج سيتي دون لو باروا دي فونتريكول، هذا جاي في الباروا تاع الفونتريكول من تحت. بيرمي لا بروباغاسيون دو لانفلو او نيفو دو دي دو فونتريكول كونستراكسيون. طبعا هذا يا كيما الفيسو دو هيس او شني هذا يا ودي، قال لك راه من قال لك من تحت راه كبير نزهه، داروا له زوج، واحد فيسو دو هيس لداخل والريزو دو بيركينج باه يزيد يساعده، لكن جو الرسمه نزيدو نفصلو به. هذا هو الكيتي فلاك اللي تحدثنا عليه قبيل، قلنا راه يجي في الباروا تاع لوريا الدروات، هذه لوريا الدروات ها هو هنا الكيتي فلاك جاي هنا. عقابو تجي الطوارئ ها يجي بينات، ها هو لوريا الدروات وهذا هو لوريا الكوش، ها يجي هنا هنايا هي جاية بيناتهم هنا الطوارئ. الطوارئ هذه تسمح قلنا بالتقلص والله بالانقباض تاع الأذينين. هذا يا فيسو دو هيس، ها هو هنا فيسو دو هيس، ها هو يجي هنا يجي بين البطينين زوج، الفونتريكيل قلنا نسموه بالفرنسي، هذا الفونتريكيل دروات وهذا الفونتريكيل غوش، هو جاي هنا بيناتهم باه يسمح بالتقلص تاعهم، ولا نقولوا الانكماش ولا النبض ولا الريزو دو بيركينج. هذا الريزو دو بيركينج ها قلنا يجي هنا ويجي متمدد الفوق هاك وهاك، طبعا باه يساعد في التقلص تاع العضلة تاع القلب في تاع الفونتريكيل، لأنه عضلة تاع الفونتريكيل كبيرة مش كيما عضلة تاع الأوريات صغيرة تحكم فيها الطوارئ وحده. هنا راه الريزو دو بيركينج راه يعاون في الفيسو دو هيس هذايا في الكونستراكسيون تاع الكونتراكسيون تاع الفونتريكيل. وهذا الكيتي فلاك ينسق بيناتهم محسوبش، ينسق بين لوريات والفونتريكيل بين الطوارئ والفيسو دو هيس والريزو دو بيركينج. الان بعد ما كملنا لو كور راح ننتقلوا لي فيسو، راح نوخرو سيكيلاسيون نديروها التالي، ننتقلوا لي فيسو على بركة الله. قلنا الحاجة الزوجة لي فيسو سونغا، لي فيسو سونغا أول حاجة عندنا لارتير اللي هما الشرايين بالعربية، فيسو كي أمينو لو سون دو كور أو زوركان، قالك هما عرو بيوصلو الدم تاع من القلب للأعضاء الأخرى. باروا إيباس إيلاستيك فاد دو تروا تونيك، تكون من ثلاث طبقات، راك نروحو للرسمة نشرحوهم. ليفان كيف فيسو كي بغيمينو لو سون دو زوركان وكور، قالك هاذونا ليفان هما بالعربية اسمهم الأوردة، هما اللي ينقلو الدم من الأعضاء للقلب. باروا فلاسك إيمينس فاد دو تروا تونيك، طبعا هاذي ثاني خلينا نروحو للرسمة نشرحوها. كابيلاري هما شعيرات دموية بالعربية. فيسو تخيفان افيك ان ديامتر دو 1/100 دو مليمتر انفيرون، قالك حوالي 1/100 مليمتر الديامتر تاعها. لو سون يا سيركيل ا تخي فيبل فيتاس، قالك الدم فيه يمشي بسرعة صغيرة نزهة. سو كي فابوريز لي ايشانج انتر لو سون اي لي تيسي ترافيرسي، قالك هذا الدم في الشعيرات الدموية يمشي بسرعة صغيرة باه محسوب يسراو لي ايشانج غاز، باه يتبدل لنا الاكسي او دو بالاكسجين، عطولهم الاكسجين الدم ويجيب من الدم السي او دو ويتم فايت يروح لنا الليفان ومن الليفان يرجع للقلب. راك نروحو للرسمه نزيدو نفصلو في هذا الامر. هذون هما لي فيسو، عندنا قلنا كاين ارتير وكاين فان. الارتير بالعربيه اللي هو شريان، وفان بالعربيه اللي هو وريد. هذا هو اللي يخرج من القلب ويجي معمر بالاكسجين، وهذا هو اللي يولي للقلب ويعود معمر بالسي او دو. وهذون هما لي كابيلار، طبعا رسمتهم غا كيما هاك بيدي، وين اللي يصراو التبادلات الغازية بين النسيج والدم. هنا الدم يعود يمشي بسرعة ضعيفة كما تكلمنا قبل قليل. البنية تاع الارتير والفير تقريب متشابهة،
في زوج عندهم الغشاء الخارجي تاعهم يسموه ادفونتيس، ها هو الغشاء الخارجي نراس منه بالاخضر. الداخلانيه هذه هي عضله ليس مش تري كيما تاع القلب قياسي، هذه العضله مش قويه كيما نقولوا، احنا عضله شويه وخلاص باه تقلص في العرق وتزيد فيه، ونسموها ميديا بالفرنسي. وهذه الداخلانيه نسموها انتيما، الطبقه الداخلانيه تاع العروق تاع جسم الانسان نسموها انتيما. طبعا هنا الفان راه يزيد بحاجه ما كانش في الارتير، واللي هما الفالفيل. الفان هذا يجينا في الداخل على شكل فالفيل، وين يقدر يحبس الدم. هذه هي ما كانش اللي هي الخاصيه اللي الفان فايت بها الارتير. لي كابيلار هضرنا عليهم غير مجرد شعيرات، يعني ما نقدرش نزيدو نفصلو فيهم اكثر. الان بعد ما كملنا لو كور وكملنا الهيفيسو ننتقلوا لي سيركيلاسيون. لا سيركيلاسيون سونغي، اول حاجه عندنا لا بوتيت سيركيلاسيون واللي هي سيركيلاسيون بيلمونير، اي الدوره الصغرى العربيه واللي هي الدوره الرئويه. elle commence à partir du ventricule droit qui chasse le sang de les poumons dans les poumons chargé de CO2. ذلك تبدا من عند الفنتريكيل دروات البطين الايمن اللي يدحي لنا الدم، والله كيما نقولوا بالعربيه محسوب تحي شوار الريه مسرجي بالسي او 2. à ce niveau s'effectue des échanges entre les alvéoles et le sang pour se charger d'oxygène. هنا وين الدم يحط السي او 2 ويهز الاو 2 اوكسجين. Ce sang chargé d'O2 rejoint de l'oreillette gauche pour être expulsé dans le ventricule gauche. Ou le l'oreillette gauche. grande circulation, circulation générale. Le sang part du ventricule gauche, d'imaginer le ventricule gauche, l'aorte, pour rejoindre les tissus des organes. باش يخرج لنا من الفنتريكيل كوش هذا الأورت ويروح لنا كاع الأعضاء تاع الجسم. il va se décharger d'O2 et de matières nutritives dont ils sont enrichis en passant de l'intestin froid pour puis se charger en CO2 pour rejoindre les veines caves supérieures et inférieures. دورة هذه هي كي تجي من الفنتريكيل كوش وتروح لنا شوار الجسم بهدف التغذية وباش تبدل لنا لي زيشونج الغازو وما إلى ذلك، لكن نشرحوا هذا الرسم. طبعا هذا هو المخطط تاع لي سيركيلاسيون زوج، قلنا كاين سيركيلاسيون بيلمونير اللي سميناها قول بيتيت سيركيلاسيون انها الدورة تاع الرواية، وكاين سيركيلاسيون جينيرال ولا الكروند سيركيلاسيون انها الدورة الدموية الكبيرة ولا العامة. هنايا الخط الأحمر معناها الدم غني بالاكسجين، وهنايا الخط الازرق معناها الدم فقير بالاكسجين. استنى ونكتبها لكم. هنايا سي او ديوكسجين هذه الكلمه معناها او 2، هذه هي غيش منها غني، اللون الاحمر منها غني، بوفر منها فقير. نجو نوضحوها. نبداو بالسيركيلاسيون بيلمونير ولا بوتيت سيركيلاسيون. نبداو الدم ولا منين يجي من الاول، هذا سميناه الفان كاف اللي يجيب لنا الدم، ها هو وين يدخل شوار، هذه سميناها قبيل لوريات دروات، ومن لوريات دروات هي هبطنا على هذا الفالفيل اللي سميناها قبيل فالفيل تريكوسبيد، وراح يهبطنا الدم هنايا شوار هذا اللي يسموه سميناه الفونتريكيل دروات، ومن الفونتريكيل دروات راح يطلع لنا الفوق شوار رواية للبوتيت سيركيلاسيون. بهذا الارتير اللي سميناه احنا ارتير بيلمونير، قلنا العرق اللي خارج من القلب نسموه ارتير، وهذا بما انه لونه ازرق معناها راه فقير بالاكسجين، معناها راه معمر سي او 2. يجينا شوار الروايه وين يتبدل الغاز، راح يفقد هنايا يفقد لنا سي او 2 ويكسب الاو 2 وين يولي لونه احمر، ويجي راجع عبر الفان بيلمونير. هذا قلنا اللي يجي راجع شوار القلب يسموه فان بيلمونير.
هذا قلنا لي راش اقل مسموه فان بيلمونير. يدخل لنا هنايا لهاد البلاصه واش سميناها اوريات غوش. شنو نبدلو ستايلو هاد البلاصه سميناها مثلا قلنا هاد البلاصه سموها فونتريكيل غوش، منها يهبطنا مثلا هادي سموها لوريات، سموها لوريات غوش، هذه هنايا اوريات غوش، ويهبطنا ابلا فالف هذه اللي سميناها قبل قليل سميناها فالف ميترال ولا فالفيل ميترال. ومن بعد يجي هبطنا شهور الفونتريكيل غوش القلب الايسر البطين الايسر، ومن ثم رايح يطلع لنا من هذا الارتير لاورت سموها لاورت هنايا لا سموها ارتير اورت، وين راح يغذي لنا العضويه كامله اولها العضله كيما العضله راح يغذيها من هذون كابيلار اللي حكينا عليهم قبل قليل، هذون كابيلار شعيره دمويه، وهذا هو نافان ارتير ولا كذا هذا ارتير شريان شريان بالعربيه شريان، ويجي راجع طبعا هنايا الاكسجين راح يفقدوا في العضله ويجي معمرنا بالسي او 2 وين يولي لنا فان، كان ارتير يولي فان يولي لنا وريد فان يولي لنا وريد ويتم يمشي طبعا قلنا يتم الدم يمشي حتى يرجع لنا عبر الفان كاب ويرجع اللوريات دروات وترجع الدورة الدموية وتتم هكذا. الدورة الدموية كاين هذه سموها الدورة الصغرى ولا الدورة الرئوية، وكاين هذه الدورة الكبرى.